لبنان ما بيخلى من المعارض والنشاطات الفنية والثقافية، وأيضا رح نحكي اليوم عن معرض فني ابتدى ب 29 شهر وباقي لغاية اليوم للفنان جو خوري بعنوان الألزاز. جو صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح، ومبروك المعرض. شكرا. يعني نحن عم نحاول نلحق أكيد هالنشاطات كلها، بس أكيد بالنهاية بدنا نقول إنه لكل الناس اللي ما لحقوا يبلشوا معك المعرض اليوم باقي بالإكزود بالأشرفية. بدنا نحكي شوي عن هالمعرض جو، يعني انت اشتغلت كثير معارض جماعيه وفرديه بكل انحاء العالم، وصولا لهالمعرض اللي هو معرض فردي بامتياز. خلينا نخبر الناس عن المعرض وعنوانه الرئيسي اللي هو الألزاز. المعرض خليني اقول اول شيء شوي عني انا. نعم. انا اقتصادي. انا مدير بنك. نعم. عملت من بعد ما عملت مدير، من بعد ما خلصت شهادتي رجعت شجعتني مدامتي روح كمل الرسم، لانه من انا وصغير برسم. برافو. انا دائما بحب اقولها هالشغله. نعم. بالبيت وقفوني قالوا لي لا، العائله شو بدك بهالشغله، روح دروس. ما بتطعمي خبز قالوا لك. ما بتطعمي خبز. هيدي كل الاهل. صح. ويمكن انا اقولها هلا لاولادي، بس مدامتي هي اللي شجعتني. برافو. ودفشت. رجعت رحت على نيويورك ورجعت درست الارت. درست الفن هونيك. وعامل معرض اكيد بامريكا بنيويورك وبشيكاغو وبواشنطن وباريس وبالدول العربيه وعده محلات، عمل لي فوق الـ40 معرض. هلا الالزاس، كنا بالالزاس. انا عاده كل ما سافر باخذ معي ورق وتلوين بحطهم، بتعرف بدك تتسلى احسن ما تعدي باشياء، لانه بالسفر بتعدي بفراغ. نعم. الالزاس كانت حلوه كثير ومنطقه جميله جدا. نعم. بين الليلين مش اجمل من لبنان؟ لا، هي بين الليلين. اخذت شو اسمه قد ما حبيتهم ونزلت على الحقل هونيك، بلشت تجربه معينه. حبيتها. رجعت رسمت الطريقه الانطباعيه. نعم. يعني تصوري انا وبالحقل انا عم برسم، صرت اتذكر كيف الفنانين الكبار الأساتذة الكبيرة وقت كانت تروح وترسم بالحقل شعورها. نعم. كانت هي لعبة شعور أكثر ما هي لعبة رسم. كانت لعبة جمال، كانت لعبة إحساس. صحيح. هالشغلة هيدي عملت لي تقريبا شي 30 لوحة بهونيك وجبتهم على لبنان. بس يعني بالعاده واحد جميلة. وين ما بيروح على اي مكان جميل وبيروح بيستكشف مناطق جديده، دائما بتكون معه الكاميرا لحتى يحفظ هالذكريات ويرجعها معه. يعني حضرتك هون كنت عم ترسم بارضها لحتى ترجع هالذكريات معك مرسومين دغري خالصين على صح. الورق. صح 100%. بس في شغله. نعم. لانه عاده وقت بروح بشغل. ما بتروحي بشغل، بتروحي على المدن. نعم. ما بيهمني بقى اصور شيء بالمدينه. صحيح. هالبيتون كله ما بيهمني، وقد ما كانت البنايه حلوه والشو اسمه حلو، المتاحف بتهبني. بس وقت رحت على الألزاس وشفت هالطبيعه كانت حلوه كتير. يعني صلينا زمان. صح. مش هون، وين ما كان المرحله الانطباعيه ما بقى حدا عم يشتغلها. جربت انا، عملت تجربه اختبار فيها، وكان فيها لذه. كان فيها لذة. نعم. دين ما اجيب الكاميرا وصور هونيك انبسطت بهالصور انا اقعد ارسمهم، لانه غير انك عملت اللوحه بتحسي بالاحساس في عندك شيء من جوا بيطلع ما بتتصوري قديش حلو. طب هون جو، اذا واحد بده يحكي عن الرسم اللي عم بتعمله بارضه مثل ما كنا عم نقول، يعني بقلب الحقله بين هالطبيعه الحلوه، يعني لما عم بتحط معك هالورقه وترسم عليها قديش عم تاخذ منك وقت؟ عم تكون لحالك، عم تكون بتفرغ لهالطبل اللي حواليك حتى تقدر تعطي كل شيء بطاقتك لحتى تقدر تعملهم على تصبهم على الورق؟ 30 لوحه يعني. إيه. مش اسم الله عدد كبير. صدقيني كنت لحالي. الي زمان مش عايش بالسكوت، سكون هالسيلانس اللي كان موجود وهالجمال اللي كان موجود. الي زمان مش عايشه. نعم. يمكن لانه بحياتي، حياتي هي شوي كلها حركه. يعني بين عملك بالمصارف بين عملي وبين استاذ محاضر حضرتك. ايه. نعم. ايضا بالجامعات. بس بين هالتناقضين
لأنه في تناقض إذا بدك بين الأرقام والرسم قديش مختلف الحياة يعني كليا. طح في تناقض أكيد. تناقض هايل بس بيكمل بعضه. أنا عندي بيكمل بعضه يعني الشغل هاللي بيشتغله هو محبة بمحبة بتشتغلي بإيجابية كبيرة وقت ترجع تروحي على المشغل تبعك أو بتروحي على الطبيعة ترجع تشتغلي بإيجابية تانية بيكملوا بعضهم تحسيهم بيكملوا بعضهم تحسيهم بيعطوا لبعضهم بيساعدوا بعضهم طياتوا بيساعدوا بعضهم للنجاح مزبوط بيساعدوا بعضهم للنجاح يعني وقت بكون عم برسم أو عم بنحط أو عم بقرأ تاني نهار وقت تكون بالجامعة أو بكون بالبنك أو بكون وين مكان بتكون مثل مخزن مخزن انرجي صحيح وإيجابية داخلة إيجابية داخلة تتقدر تعطي تاني نهار بعملك العادي يعني. صحيح مثل ما ذكرت يعني حضرتك لما بتكون الحياة هالقد صاخبة وهالقد متطلبة وهالقد فيها ضغوطات وستريس وغيرها يمكن واحد أكتر شيء بفش خلقه لما بيصب هل كل هالضغوطات اللي عنده على الورق وعلى كمان المنحوتات اللي عم يشتغل عليها بالطبيعة أو حتى بالمشغل يعني سو حضرتك كمان بالنسبة لموضوع المشغل لأنه النحت كمان بيصير بالمشغل قديش بيطلب منك وقت أيضا لأنه في عدد كبير أيضا من المنحوتات موجودين هلأ بالمعرض لكن النهار 24 ساعة أنا بقوله نعم 24 ساعة في عندك شوية تتنامي وشوية لعائلتك والباقيين شو بدك تعملي يا بدك تقري يا على التلفزيون نعم بدك تسمعي موسيقى بدك وكلهم فيك تعمليهم بطريقة يساعدوني نعم. يعطوني قوة ويكملوا بعضهم يكملوا بعضهم أنا أكتر شيء أنا برسم بشتغل بالليل عشية إلا نهار بيكون في عنا فرصة أو الأحادات أو الأعياد أو بس سافر إذا كنت بالطبيعة هون هي هيدي هي الوقت اللي أنا بشتغل فيه نعم. يا بدي أرسم فيها يا بدي أنحت فيها يا بدي أقرأ فيها لانه اذا اريد تقدر ارسم اذا اريد تقدر انحت واذا انحت تقدر ارسم يعني هالمجموعه هي بتصور تفوت ببعضها تقدر تطلع الفكره اللي انا بكون عم جرب اخلقها نعم. لانه الرسم هلا عم بعمله بالمشغل عندي غير شيء بالمره عن هالتجربه بالالزاس بالالزاس هي تجربه جمالة بالألزاس هل مش رايح على الألزاس روح يتفرج بيشوف ساعتها بيشوف الألزاس هون بالطبيعة مش نعم. بالكاميرا الشغل الثاني هل هو هالتجريد الفيجوراتيف التجريد الفيجوراتيف هو الشغلة هل بدها ريشيرش وبدها شغل بالمشغل عندك وهون كمان شوي عم نعطي كمان هيك مثل ما بيقولوا فرصه للمشاهدين يتعرفوا شوي على بعض اللوحات كمان هلا رح يشوفون كمان امامنا على الشاشه حتى يشوفوا ايضا جمال هاللوحات وجمال الطبيعه اللي استوحيت منها هاللوحات ايضا قديش عدد اللوحات الموجودين متعلقين بالالزاز وقديش في لوحات اخرى اشتغلتهم بالمشغل غير الالزاز بالالزاز في 27 لوحه في بالالزاز نعم. هاو مشغولين بالألزاس لأنه أنا شغل 30 27 بالألزاس وفي 5 عاديات هاللي أنا شغلهم بالمشغل شو عنوانهم هيدول جربت نعم. استوحيهم من الروح تبع الألزاس تما يكونشوا بعاد عن بعضهم بالمعرض نعم. يعني ما أخذت الشيء اللي كتير فيه كتير اكسنتريك يعني شيء يعني كتير مختلف او يعمل لا ما يعمل شوك فيه تصادم بيناتهم هيدي ما يصيرش في تصادم نعم. بيناتهم جربت يكونوا موجودين وماشيين مع بعضهم مستوحين من الطبيعه لانه في اشياء ما بعرف اذا بتبين على الصور كمان مستوحيه نتفه صغيره من الطبيعه اللبنانيه هي عرفتي كيف؟ الحمد لله الطبيعه وهلا مشروع الثاني معلش نعم مشروع الثاني انه انا عملت هالمشروع بالالزاس لازم روح اعملها وكبرها بلبنان أكيد بلبنان فيك تاخذي في مناطق رائعه يعني بلشت تختار اي منطقه ممكن قد ما في مناطق بلشنا اي منطقه نعمل ريشيرش تقريبا ولا بعدك عم تدرس بلشنا من عكار انا وراي عندك البقاع عندك الجنوب عندك بدي جرب وين ما كان اكيد في عندك كذا منطقه هيدي اللوحه مثلا المستوحات هلا عم بقول لك مش من المعرض مش هي زيت بلبنان كله مناطق جميله اكيد كله فعلا مناطق لازم جميلة. يستكشفوا كل الناس بدي خبري شفت المطرح حتى ما في مقالع او ما بعرف شو الناس بتصرخ عليهم اذا بتاخذيهم بايجابيه بتلاقيهم حلوين انا بقول لهم بروح
يمكن ارسم المقلع اللي مكسرين وما بعرف شو، ما ببكي علي. برسموا وبجددوا انا على طريقتي. نعم. معليش. ليش شو اكثر المواد اللي بتستعملها حضرتك بالرسم؟ وايضا بالنسبه للمنحوتات شو ابرز المواضيع اللي بتتناولها بمنحوتاتك؟ بالمنحوتاتي اكثر شيء المرأة. هون تغيرت الفكره كلها. اوكي، ما هي كمان جمال الطبيعه وجمال المرأة. ما هو الله خلق جمالين. صحيح. هو الطبيعه والمرأة. والمرأة. الحمد لله. هيدي هي بس. الحمد لله. رجال هو خلقه تيعمل بالانس بين اثنين. صحيح. تا يعمل ميزان، تتنين يحطهم بايدتين، ايد على اليمين وايد على الشمال. صحيح. واثنيناتهم يحافظ عليهم، واثنيناتهم يغنجهم، واثنيناتهم يرسمون، واثنيناتهم يحبون. صحيح. هذا صحيح. هو هذا هو الخلق 100%. هذا هو الخلق. من هيك الفنان وقت بيكون عم بيعمل خلق، حتى لو كانت مره عم تعمل الخلق، بتضل تحس من جوا انه في حدا مهديها بايدها، لانه هو اللي بيساعدها تيعمل التوازن. صحيح. بالحياه. فعلا هيدا هو الاساس. الحياه بلا توازن ما بتمشي ابدا. وكمان بدنا نقول هون المواد اللي بتستعملها بالرسم شو هن ابرز المواد؟ زيت. زيت اكثر شيء. اكريليك بستعمل. نعم. اكيد وباستيل واكواريل وهدول بصيروا تجارب. نعم. بس اكثر شيء زيت واكريليك. وبالنسبه للمنحوتات كمان شو منحوتات ابرز؟ في عندك الخشب. نعم. كنت من زمان اعمل الحجر، هلا اثنين ما بقى تقدر، ما بقاش في محل بلا. برونز. نعم. عندي كثير برونز وعندي كثير خشب، بشتغل كثير على الخشب وعلى البرونزيات. هودي اللي بينوا هون، اذا بين شيء هون هدول برونز. نعم. حاطط خمس منحوتات برونز هونيك. كمان بدنا نقول انه لكل المشاهدين اللي بعد ما تسنى لهم يشوفوا المعرض، مستمر اليوم من اي ساعه لاي ساعه بجالوري اكزود؟ من الساعه 10 الصبح للساعه 6 عشيه. بنزله العكاوي. بنزله العكاوي بالاشرف، نزله الخارجيه. نعم. بالاشرفيه. بالاشرفيه بجالوري اكزود. وبنصحهم يروحوا بس من شان شيء، لانه في كثير ناس مش رح يروحوا على الستراسبورغ تيشوفوا الالزاس. هيدي هي. سو بيشوفوها هون، وكمان بيشوفوا قديش في جماليه موجوده بلبنان، كمان لازم يستكشفوها اكثر ويعرفوا انه موجوده داخل لوحاتك ايضا. بيرجعوا بيتذكروا المدرسه الانطباعيه شوي. كمان. لانه ما بقى هلا اثنين عم تنرسم، بيتذكروها شوي. هيدي. نحن بنشكر كثير وجودك، اهلا وسهلا فيك. وكل التوفيق ان شاء الله لكل المعارض هيدي الموجوده وايضا اللي جايه وعلى المناطق اللبنانيه. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا. فيك.